أشغال التهيئة التي تشهدها بعض أحياء ولاية إليزي تبقى الوتيرة بها بطيئة في وقت تعرف التجمعات السكانية القديمة في المدينة تهميشاً وعزلة. عين الكورس من الأحياء التي مستها سياسة البريكولاج، فمشروع الطريق هنا التهم وهذه هي حالها. كما الطريق هذا، الطريق هذا كنا نشوفوه مش طريق، هم دايروا المقاول وخلص فيه، ما كان والو. أنا بالنسبة لي ما كان والو، جاء دار التفت نتاعه وضمه وخلص دراهمه وراح. العيد محمد الخلفي رحنا له أعطانا مبلغ مالي 300 مليون، وتم تلعبت في هذا المبلغ المالي من طرف بعض الجهات. جاوا ثلاثة مقاولين يديروا لابيس في راه وياكلوا الدراهم. سبحان الله، تاكسي كي تجيبها تقول لها عين الكورس ما تهزكش، لخاطر راه شوف كيما راك تشوف طريق ما كانش ياكل قدره، ما كانش حماية، ما تدخلش انا ما ضيعاني باش تلحق الحماية. وهذه العيادة الصغيرة لا تلبي حاجية القاطنين بالمنطقة من العلاج على حد تعبير العامل المهني القائم عليها. وقت كان الطبيب كما قلنا يولي على الاقل ثلاث ايام في الاسبوع، دروك كان الطبيب يجي يومين في الاسبوع، يجي بالحد ويجيب الثلاث. طبيب عام؟ طبيب عام والله، يخدم من 8 حتى ل 12 في العشيه، حتى المرضى ناقصين ما يجوش. بقاعات العلاج هذه يزيدوا لها حوايج، على الاقل الطبيب اللي يجيبوه مش خطره في السمانه، ما يكفيش خطره، يجيبوه على الاقل ثلاثه خطرات في السمانه ولا خطرتين على الاقل. حي المصالحة أو عين الكورس، رغم قدمه إلا أنه لم ينل حقه في التنمية، شأنه شأن أحياء أخرى بالولاية، تبقى ضروريات الحياة بها مؤجلة إلى إشعار لاحق.